السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الفيديو ديال اليوم سأريكم فيه طريقة عمل طاقية للبنات بيبي بالكروشيه. بالنسبة للخيط، استعملت الصوف على فتلتين. يمكن استعمال خيط أليز ثم الإبرة رقم 3. نبدأ بالدائرة السحرية ندخل الإبرة أسفل الخيط الأول ثم نسحب الخيط الثاني، نترك الخيط القصير ثم نسحب الخيط الطويل. 3 سلاسل البداية زائد 11 غرزة عمود بلفة واحدة وسط الدائرة. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، 11 غرزة عمود زائد 3 سلاسل البداية. لكي نغلق الدائرة نسحب الخيط القصير لهذا الشكل. ثم نغلق الدائرة عند 3 سلاسل البداية، ندخل الإبرة ونسحب الخيط ثم نعمل منزلقة. نبدأ بنعمل سلسلة واحدة في نفس المكان، نعمل 2 غرزة عمود بلفة واحدة. فوق كل غرزة نعمل 2 عمود، يعني تزايد في عدد غرز العمود. نتابع بنفس الطريقة، فوق كل غرزة عمود نعمل 2 عمود في نفس المكان. وصلت إلى آخر الدائرة، نغلق عند سلسلة البداية نغلق بمنزلقة، ثم نبدأ بسلسلة واحدة فوق 2 عمود، نعمل 2 عمود ثم فوق 2 عمود الموالية نعمل تزايد 2 عمود في نفس المكان.
غرزة واحدة، غرزتين في نفس المكان. غرزة واحدة، غرزتين في نفس المكان. ثم نتابع. وصلت إلى آخر الدورة. نغلق عند السلسلة الأولى بمنزلقة. نبدأ بالسلسلة مرة أخرى. فوق غرزة عمود نعمل غرزة عمود، ثم في الغرزة الثانية نعمل غرزة عمود واحدة، وفي الغرزة الثالثة نعمل تزايد غرزتي عمود في نفس المكان، يعني واحد واحد اثنان. واحد واحد ثم اثنان، يعني غرزتي عمود في نفس المكان. واحد واحد اثنان. ثم نتابع بنفس الطريقة. وصلت إلى آخر الدورة. نغلق عند السلسلة البداية. نعمل منزلقة. نبدأ بسلسلة. فوق غرزة عمود نعمل غرزة عمود، في الغرزة الموالية نعمل غرزة عمود، ثم في الغرزة الثالثة غرزة عمود، في الغرزة الرابعة نعمل تزايد غرزتي عمود في نفس المكان، يعني واحد 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 ثم اثنان، غرزتي عمود في نفس المكان. واحد 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 ثم اثنان. نتابع بنفس الطريقة. وصلت إلى آخر الدورة. ثم نغلق بمنزلقة. تسعة سنتيم. نعمل سلسلة واحدة ثم سبع أسطر بدون زيادة في عدد غرز العمود. فوق كل غرزة عمود نعمل غرزة عمود واحدة بدون تزايد. سلسلة ثم فوق كل غرزة عمود نعمل غرزة عمود واحدة. نتابع بنفس الطريقة. سبع أسطر بغرزة عمود بلفة واحدة فوق كل غرزة عمود بدون تزايد. هذا هو الشكل ديال الطاقية. بعد ما كبرتها زدت سبع أسطر. بالنسبة للقياس
تقريبا 12 سنتيم. سبعة عشر سنتيم. نغلق. بمنزلقة. ثم نعمل سلسلة واحدة. في نفس المكان نعمل غرزة حشو. نترك غرزة عمود الأولى ونعمل في الغرزة الثانية 5 غرز عمود في نفس المكان. نترك الغرزة الموالية ونعمل في الأخرى غرزة حشو، ثم نترك غرزة عمود ونعمل في الأخرى 5 غرز عمود في نفس المكان. نترك الغرزة ونعمل في الأخرى غرزة حشو، نترك غرزة ونعمل في الأخرى 5 غرز عمود، ثم نتابع بنفس الطريقة. هذا هو الشكل النهائي للطاقية. شفتوا معايا تيجي الشكل ديالها زوين. بالنسبة لطريقة عمل بابيون غتلقاوها في الرابط أسفل الفيديو. عملتها في الشال، نزلت الطريقة. كنتمنى يكون الفيديو ديال اليوم نال الاعجاب ديالكم. لا تنساوش تدعموني بالاشتراك في القناة ديالي باش يبقى يوصلكم الجديد. الى عجبكم الفيديو ديال اليوم ضغطوا على جيم وخليو التعليق ديالكم اسفل الفيديو. نتلاقاو في الفيديو المقبل ان شاء الله.